أجهزة محلية، منتجات محلية تساعدنا أن نحافظ فعلاً على خصوصيتنا كبلد. طيب ممكن ممكن أحد يطرح لك يقول لك أنه هذا انغلاق وهذا ضد العولمة وأنا حاط نظام لي خاص فيني. أنا ما حطيت نظام خاص فيني. إحنا شفنا في الصين عندها منتجاتها، عندها تويتر الخاص فيها، عندها جوالاتها الخاصة فيها، عندها يوتيوب الخاص فيها، عندنا طبعا انغلاق ما هو انغلاق، أنا متاح لي بس أشياء الخاصة أحطها يا أخي في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيني أنا. بس هل تتوقع أن هذه خطوة ممكن تصير ولا أنها بعيدة الله؟ ليش؟ ما هو أنا كأني سمعت قبل فترة أنه صار فيه نظام سحابي سعودي. طبعا والله الناس يسمع، لكن في 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 مؤتمر ليب أطلق أول برنامج تواصل اجتماعي سعودي، أعتقد اسمه بيم، نفس الواتساب سعودي 100% أطلق قبل الأسبوع الماضي وبخدمات أفضل وأعلى من الواتساب. عجيب. طبعا هذا ما هو إعلان المنتج، بس إنه والله الواحد يفخر إنه منتج سعودي بخدمات يعني واتساب يمكن اتصال ما يمكن، هذا اتصال مرئي إلى 100 شخص مع بعض، جميع الخدمات بالإضافة إلى يعني ما ودي أعدد برامج، بس أنا أقصد واحد يفخر بوجود منتج سعودي. الحين فيه تخزين سحابي سعودي؟ طبعا أصلا ممنوع، ممنوع، أنظمة الدولة تمنع أي تخزين بيانات خارج المملكة، كل أنظمتنا مخزنة داخل المملكة لله الحمد، وهذا بفضل الله بفضل القيادة. يعني وجود رؤية للمملكة، وجود اطلاع، وجود الحمد لله معرفة بأهمية المعلومة، كل هذه قادتنا. معلش، ترتيبنا الآن في الأمن السبراني على العالم كم ترتيب؟ الحمد لله الثاني وبكل فخر، اللهم لك الحمد. يعني يجي شخص يقول لي وشلون حنا الثاني وعندنا اختراقات على مستوى أفراد. احنا نتكلم على أنظمة الدولة، على وعي دولة، على استثمارات دولة، على منتجات تنتج الحمد لله من خلال شركات وطنية، على حجم مشاريع منتقاد من شركات وطنية اللهم لك الحمد، ساهم وصلنا إلى المركز الثاني عالميا. وطبعا المملكة طبعا ما تسعى دائما المركز الثاني، احنا دائما الأول، وهذا ما نسعى له إن شاء الله في كل مجال تقني، سنصل إلى الأول إن شاء الله. وصلنا في أشياء كثيرة ولله الحمد، وقريبا بإذن الواحد الأحد سوف نتصدر العالم. الآن تقنياتنا صارت تصدر إلى العالم ولله الحمد. شفنا منتجات سعودية تم الاستثمار فيها عالميا، شركات عالمية استثمرت في منتجات سعودية بالحبل. وصلنا إلى الحمد لله أنه يعني على سبيل المثال هيئة الأمن السبراني طلعت مسرعة يشكرون عليها. تخيل يعني أنت لما أقول لك ترى والله عندي منتجات في أمن المعلومات تقول لي شلون، وشباب وسعوديين اللي بانينها، هذا شيء يبعث الفخر. فإن شاء الله قريبا وفق رؤية المملكة سوف نتصدر العالم، احنا متصدرين لكن سوف نزيد صدارتنا صدارة بإذن الواحد الأحد. ما عاد عندي وقت يمكن حول 7 دقائق، ودي أتكلم عن أمرين، عن سالفة الجرائم المعلوماتية وعن سالفة أتمتة البيت مثلا، أو يعني تحويل البيت إلى بيت ذكي بالكامل يعتمد على ذكاء. خلينا انت تقول خلينا نتكلم انا، فايش رايك؟ طيب انا اشغل المكيف من بعيد، الباب يكون الكتروني، هذا شيء جميل، هذا شيء جميل، بس طبعا بيقولوا لي انت موسوس، انت بحتنا نخاف وينك وراك وش، ولا تسوي ولا شو نسوي، نسكر على نفسنا في حجره ونسكر البيبان والترباس على قولتهم وخلاص. لا لا، بس خلك واعي، خلك واعي. مشكلتنا اغلب الانظمه اللي عندنا ما هي محدثه، يعني تجي تحط كاميرا تراقب طفلك، الباسورد نفس الباسورد اللي جاك من المصنع، اقدر ادخل عليه انا من اي مكان. النظام اللي جاء انت مركبه من 3 سنوات لازم تستخدمها الانظمه ورابطها على الانترنت، الانظمه ما هي محدثه. تلفزيونك في البيت يجيك تحديث طلب تحديث تلفزيون ما تحدثه، ترى هذه وسائل كلها 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 تخترق، كلها تخترق. يعني انا على سبيل المثال ودائما اكرر هالمثل، انا اقدر اخترق بيتك من خلال خزان الارضي. وقفت شوي صح؟ هيك عنك كذا شيء. لأنه الحين في أنظمة، الآن تحطون حساس في الخزان الأرضي عشان تعرف منسوب الموية نقص زاد صح ولا لا؟ ومربوط بالنت ومربوط بجوالك، أنا من خلالها أخترق بيتك كامل. من الخزان؟ من الخزان. فهو شلون أقول لك، لو أجي أقول لك ترى بخترق من الميكرويف
ولا من ولا الباب الرئيسي، ولا الباب الرئيسي، ولا الفرن الكهربائي حقك اللي تجي توقته إذا الساعة 4 خلاص يبدأ يطبخ، لأنه صار يوقت على كل شيء مؤقت وبريموت. طيب يعني أنت مع ولا ضد؟ أنا مع وجود هذه الأشياء، بس الانتباه إلى الأشياء اللي تحميها. طب وش رأيك في اللي يقول يا أخي خل بابي عادي مثل ما هو، بدون ما حط لي باب تقني وحط لي باب رقمي، ولا ماني في حاجة، ولا أني أشغل المكيف من بعيد إذا جيت شغلته؟ وش لها الفلسفة الزايدة؟ كل من يستخدم التقنية علي أن يتحمل تبعاتها، علي أن يتحمل تبعاتها، تبعاتها مخاطر، تبعاتها ممكن يتم فيها راحة، فيها راحة لكن فيها مخاطر. طبعا الشخص العادي ما يشوفها، يشوف راحة. حنا الموسوسين، أنا آسف على الكلمة شوي، حنا يا أصحاب التقنية لا نشوف لا مخاطر. أنا حاول أني أقلل من مخاطري بقدر المستطاع. هل أقلل من مخاطري بمعناته أقلل من استخدامي للتقنية؟ إذا صار في بدائل أخرى ليش؟ ليش ما أقلل من استخدام التقنية؟ ليش ما أقلل من استخدام التقنية؟ إذا في بدائل أخرى وبنفس الأداء. الحين أغلب الأنظمة الموجودة في العالم المهمة ما فيها تقنية، غير مربوطة بالتقنية، شبكة خاصة لعلمهم بوجود خطر، لوجود خطر، لذلك تلقاها موجودة في الشبكة خاصة. يعني هذه ترى لما أتكلم عن مخاطر التقنية في البيوت، أنا أتكلم عن مخاطر التقنية في المستشفيات وأنظمة المستشفيات، أنظمة المصانع، أنظمة الله يعطيني اسمها التحكم الذاتي، البيوت الذكية، السيارات الذكية. شفنا سيارات تم قيادتها بتحكم ذاتي بعد اختراقها. كل هذه ترى هذه مخاطر. معلش، الجرائم المعلوماتية أنا طبعا ما أقدر أفتي فيها، أنا لست شخص قانوني، لكن يعني بصراحة يعني يجب الوعي. يعني أنا أوصل رسالة لأخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، لا تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة. المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية تقول سجن. أنا والله ما أدري كم مدة، أعتقد سنة إلى 5 سنوات، والله ماني متأكد، وغرامة 500,000 أو كلاهما معا لمن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ. فاحذر، الرجاء يعني، والله الرجاء يعني، نشوف أشخاص، في ناس طيبين يقول خلاص اعتذر ويكتفى، وفي أشخاص لا يقولك لا أباخذ حقي. ترى هذه ما هي سهلة. المحامين الآن صاروا الناس تشتغل على هالشغلة، المحامين صاروا يترزقون الله يبارك لنا ولهم من هالشغلات. لا تدع سواء نقاش رياضي، ثقافي، سياسي، فني يجذبك إلى أن تكون عرضة للعقوبة. لأنه الحين كثير من اللي يستخدمون التقنية شباب صغار، يمكن الأب والأم منتبهين، فتلقى هذا الشاب أو هذه الشابة تدخل وتعلق على موضوع ما بعبارات معينة، بتوصيفات معينة، بكذا، ويتم يعني الشخص الآخر يتخذ الإجراء القانوني فيه، والوالدين ما دروا. عشان كذا أنا أقول لك ماني شخص قانوني أقدر أفتي، لكن أنا من اللي أشوفه في وسائل التواصل الاجتماعي ومن بعض الاتصالات التي تردنا، أنا كتبت التغريدة الفلانية وتم رفع قضية علي، أنا عملت كذا وش أسوي وين أروح. لذلك لا تدع يعني اندفاعك وغضبك ولا فرحك ولا استنقاصك من شخص يؤدي إلى عقوبات لا قدر الله لا يحمد عقباها. احذر، انتبه، خلك واعي، اكتب بحكمة، وأيضا لا تنشر حياتك الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، ابتعد. أنا لابد أن ابتعد الآن. انتهت الحلقة، شكرا جزيلا لك أستاذ عمر، شرفتنا. أستاذ عمر العمر المختص في الأمن السبراني، شكرا جزيلا لك. الله يسعدكم وشكرا لكم على الاستضافة، وإن شاء الله أتمنى أني ما خوفت أحد، لكني وعيت شوي وقدمت فائدة للجميع. شكرا لكم جميعا، يعطيكم العافية. شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام، نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاج عز ومجد وفخر وامنيات، نبتدينا منتهي.